الموضوع يعني عشان تعرف ايه بيحصل عمليا عندي ايه ورقة. هي بالنسبة لفوتو الصف، فنخلي بالنا ان دي هي
actually the geometry عشان تعرف الكلمه المثال. اوكي؟ يعني دايما الزاويه الثيتا بتنزل الثيتا المثال. لو انا منزلها على زاويه الفا يبقى دي الزاويه كام؟ الفا. يبقى لو انا حبيت اجيب الزاويه بالنسبه للهوريزونتال نسميها مثلا نسميها ايه؟ نسميها جاما مثلا. لو حبيت اجيب الزاويه جاما دي الزاويه جاما عباره عن ايه؟ تيتا مالها تيتا بتاعت العلاقه اللي هي لامدا برايم بتساوي لامدا بلس لامدا سي 1 ماينس 2 سان تيتا. الزاويه تيتا دي بالنسبة للإنسيدنت ناقص إيه؟ ناقص الألفا، ساعتها هذا اللي بيجي بتعمل. بس برضه الموضوع موضوع جامد بسيط. طيب آخر حاجة لو حطيت بدل ما عندي إلات أنا أحط بروتون هيغير في إيه؟ لو أنا قررت إن أنا أحط إلات موجودة ريديشن بروتونز وأشوف الإنتراكشن ما بينهم هنعمل إيه؟ هنغير إيه في المسألة؟ فاهمة؟ اللي هو لامدا سي تمام. عندي سالب اللي هو لامدا سي. لامدا سي دي عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ لامدا سي عبارة عن ايه؟ اتش على الام اي في سي. والله لو هو الالكترون هحط الالكترون، لو هو الكوتر هحط خلاص. يبقى دي ممكن تبقى الماسة على الكوتر او الماسة على الالكترون ديبندنج. ده لو انا عندي ايه؟ لو عندي هنا خلاص؟ يعني بدل الالكترون هنحط هنا الماس بتاعت الكتاب. ودي كانت بس شوية ريماركس بالنسبة ل بالنسبة للكونتنس. خلصنا تشابتر 3. تشابتر 4 برضو حاجة بنتكلم فيها عن ازاي علم الكوانتم ميكانكس اتولد. هما يعني مجهودات متفرقة وفي الآخر كلهم اتجمعوا وعملوا لنا العلم بتاع الكوانتم ميكانكس. من ضمن المجهودات المتفرقة دي كان بعض العلماء عايزين يعرفوا ايه هي الاتوم؟ ايه هي الاتوم؟ كان معروف ان الماده ممكن انا اقسمها لحاجات صغيره بس اكبر حاجه معروفه كانت هي ايه؟ الاتوم. لسه ما يعرفوش ايه جوه الاتوم. الكلام ده في اول القرن 19 في اول القرن 20 محدش كان عارف ايه هو اللي جوه الاتوم. بس الاتوم شكلها عامل ازاي؟ بس كان في تجربة معينة، التجربة دي هتقول لي الأتوم شكلها عامل ازاي. خلاص يعني احنا هنشوف التجربة في الأول وبعد ما هنشوف التجربة هنبتدي نشوف تاريخيا ايه المودلز المحطوطة. ولازم الموديل لما أنا بحط موديل فيزيائي لتجربة معينة المفروض الموديل ده يطلع لي ايه؟ المفروض يطلع لي النتائج المعملية. والله لو ما طلعليش النتائج المعملية هنعمل ايه في الموديل؟ هنجيب الزبالة. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب يبقى ده اللي احنا هنعمله وهنشوف سيمبل مارتس او في اتم في الشابتر 4 ونشوف ازاي العلماء وصلوا للشكل اللي جوه الاتم. والاهم من ده ان الطريق ده هيقول لنا ازاي الانرجي ده بيتسبلد. انت يهمك من الانرجي ده بس في ايه؟ يهمك تعرفوا ليه الانرجي ده بس موجوده وليه جت؟ الانرجي ده بس بتاثر في حياتكم ازاي؟ كطلاب اتصالات والكترونيات لو مفيش انرجي ده بس كان هيبقى فيه ايه؟ او مش هيبقى فيه ايه؟ مش هيبقى فيه الكترونكس من اساسه. خلاص فعايزين نعرف كمهندسين الكترونكس ازاي فكره الانرجي بالانس دي جت؟
خلاص؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، النهارده والمره الجايه. ده 434 نانو متر.
تشيل الفرد الصح. دي الأقوال الموجية اللي خاصة بالإيه؟ بالهيدروجين. طيب الأقوال الخاصة بيه هو أوكي يا باشمهندس، ده اللي إيه؟ ده اللي هيظهر لي. فأي نظرية بنتكلم فيها عن الهيدروجين اتوم لازم لما أعمل الهيدروجين اكسايتيشن لازم الأربعة ألوان دول يطلعوا. خلاص؟ يبقى عايزين نكتشف أي نظر أو نخترع أي نظرية. خلاص؟ عايزين نخترع أي نظرية بحيث إن هي تطلع لي إيه الأربعة ألوان دول. عملوا التجربة دي بطريقة عكسية. ازاي مثلا
يعني حصل ايه؟ انبعاث. هنا بدأنا نسميه absorption سكت. خلاص؟ فهنا عندي مين؟ ألوان لونها أسود في حاجة معينة، فمش فاهمين إيه اللي بيحصل. ولقوا إن الإيه؟ الأبزوربشن سبيكتروم ده، الأبزوربشن سبيكتروم ده سبسيت فروم ذا إيميشن سبيكتروم. ده عباره عن فئه جزئيه من الايه؟ من الايميشن سبيكتروم، يعني مش كل الاضواء الموجيه اللي بتعرف الابسوربشن بنلاقيها في الايه؟ محدش فاهم. ده بالنسبه للهيدروجين. عامل نفس الكلام ده بالنسبه للهيليوم وبالنسبه للميركوري وبالنسبه للصوديوم. انت بصراحه عملت التجربه دي. حد يفكر عملتوها امتى؟ عملت التجربه دي امتى؟ عملتوها كم مره التجربه دي؟ مرة ولا مرتين الترم ده أو السنة دي؟ عملتوها الترم الأولاني في أي تجربة؟ عملت التجربة دي حضرتك؟ بتاع الديفراكشن جريتنج. بس الديفراكشن جريتنج ساعتها كان بيعمل لي نفس الفانكشن بتاعت البيرسبكتيف. الديفراكشن برضه جريتنج بإيه؟ بيعمل لي ديسبيرشن للضوء. عشان في الزاوية اللي بيحصل فيها الغلاف البناء تعتمد على الايه؟ على الانجل. فعملت التجربه دي في الترم الاولاني. وعملتوها برضه في الترم الثاني عن طريق ايه؟ بتاعة الفوتو الكتريك ايفكت او التحقق من السرير الانشطة. كنا عملنا التجربه دي قبل كده. عملت الناحيه الشمال. ما عملناش احنا الناحيه اليمين.
بتاعه، الهيدروجين هيتر في الهوت بتاعه، الوايت لايت والسن لايت برضه المفروض يبقى ليهم نفس الايه؟ نفس الطيف الخطي بتاعهم. خلاص؟ لازم يكون نفس الطيف الخطي ايه؟ بتاعهم. السن لايت انا هاجي عليه تعديل دلوقتي، اصبر شويه بس. المهم ان كل اليمنت انا ليه تعبت نفسي وعماله اقول لكم على فكره الرسم دي اللي هتلاقيها على غلاف الكتاب بتاع النسخه بتاعت السنه دي. لان الرسمه دي بتقول لي فعلا ان ده بدا كل علم الالكترونكس. خلاص؟ فان انا افسر اللي بيحصل ده هو ده هيبدا لي علم الايه؟ علم الالكترونكس. طيب كل اليمنت ليها ايه؟ ليها كيف الخط بتاعها. يعني كان ايه؟ كان كل اليمنت ليها البصمه بتاعتها او الدي ان ايه بتاعها. خلاص؟ يعني دي البصمه بتاعت كل اليمنت. الوايت لايت اللي هو الضوء الابيض كل الالوان بتيجي. نيجي بقى نشوف نبص على الشمس، لو ان الشمس مثلا عندي الليلين دول اسود ممتصين يعني مش موجودين. لو بغض اسود هنا يعني معناها الالوان دي مش موجود مش موجوده. خلاص في فراغ هنا. وفي مثلا ايه؟ دول بعض الالوان اللي ايه اللي ممتصه. مش كلهم بس بعضهم. لقوا ان بالظبط بالظبط عن الاطوال الموجيه بتاعت الهيدروجين لقيناها في الايه؟ في الشمس مختلفين. ونفس اليونين بتوع الصوديوم الاثنين الاورنج دول برضه ممتصين مش موجودين. خلاص؟ ودول بنسميهم ايه في ايام ثانوي؟ ترنوفر لاينز. البلاك لاينز دول بنسميهم الايه؟ الترنوفر لاينز. ايوه. وفي هيليوم كمان بس انا مش حاطه بتاع الهيليوم هنا. خلاص ابدي لك يعني ما يبقى لك لسه الجمله اللي جايه. ولقوا برضو اطوال موجيه اخرى بتاع اليمنتس ثانيه مش موجوده. انا الهيليوم مش حاطاه هنا. المفروض احطه السنه الجايه. خلاص احط لكم الهيليوم بقى. المهم لو بصيت انت على الابزوربشن سبيكترم اللي على اليمين لما هتلاقي ان النادي البنفسجي اللي هم بتوع الهيدروجين بالظبط عند 410 434 هم اللي ممتصين. ساعتها انا بقول ايه؟ ان اكيد الضوء مر على مين؟ الضوء مر على الهيدروجين. يبقى هنا لما الاقي الاطوال الموجيه دي ممتصه هنقول اكيد الضوء مر على مين؟ على الهيدروجين والايه؟ والصوديوم. طبعا في بتاع الهيليوم وفي بتاع حاجات ثانيه، ده الهيليوم ده هو اكتر حاجه. خلاص؟ العلماء اكتشفوا وجود الهيليوم فين؟ في الشمس. عشان كده اسمها عشان كده هو اسمه الهيليوم. هيليوم جاي من هيليوس زي هيليوبوليس زي مصر الجديده. هيليوبوليس دي اللي هي مدينه الشمس. خلاص؟ الهيليوم دي معناها ايه؟ كلمه اظن جريكي او حاجه معناها ايه؟ الشمس. حد عارف هي جريكي ولا اظن جريكي؟ بس دي معناها الشمس. ف احنا ما بنروحش الشمس نجيب عينه ونحللها نشوف النوايا اللي حواليها، ولا بنروح النجوم نحللهم. احنا بنعرف الحاجات دي موجوده ازاي من اللايزر. خلاص يا باشمهندسين؟ هنعرف ده بعدين مش دلوقتي، المرة الجاية. لسه أنا بقدمها بصورة إيه؟ لغز. يعني هو ده التجربة المعملية وعايزين نشوف إيه النظريات اللي هتحصل. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب. كفاية أنا بقى ترتيب. نبتدي إيه؟ نبتدي بقى الأرقام دي. الأرقام دي فيها حد شايف أي علاقة ما بينهم؟ حد شايف أي علاقة ما بين الأرقام دي؟ واحد مدرس سويسري مدرس سنة في سويسرا كان رمي أرقام وإن هو يجيب العلاقات ما بين الأرقام.
بدله. بدله. فقدر ان هو ايه؟ يجيب علاقه ما بين الالوان دي وبعض. واحد فاضي بقى. اعتبر ان ده لوكس وبيحاول يجيب ايه علاقه ما بين الالوان وبعض. قال الاطفال اللي لو جايه لما انت عباره عن ايه؟ موجود عليه العلم في اوائل القرن ال 19 كانوا عارفين ان الاتوم السايز بتاعه 1 انجستروم وفي الكترونات يبقى لازم في حاجه بوزيتيف ايه؟ موجوده. حد عارف مين مكتشف الالكترون؟ الالكترون انتوا باشمهندسين ايه تاني؟ قسم ايه؟ قسم ايه؟ احمد القسم ايه حضرتك؟
طيب الكترونكس، مش المفروض تعرف تعرف مين اكتشف الالكترون؟ بور. لا هو حتى اول نظريه مهمه في ال بجد محدش يعرف؟ رذرفورد؟ لا لو ماريو ما يعرفش محدش يعرف. في واحد اسمه تومسون هو اكتشف الالكترون وعمل حاجات تانية على فكرة، بس تومسون اكتشف الالكترون وفي نفس وطبعا طالما هو اكتشف الالكترون خد جايزة نوبل في الفيزيكس سنة 1906 عشان اكتشف الالكترون. فتومسون هيحط أول موديل، تومسون هيحط أول موديل. Thank you.
العنبيه بالايه؟ بالبزر او بالبطيخ اي حاجه. او هي بالظبط هي بطيخه بالبزر بتاعها. خلاص هي بطيخه بالبزر بتاعها. ده اللي احنا ايه؟ ده الكونتريبيوشن بتاعنا عشان تجيبوا جنب الايه؟ انجازات زي الكفته
من الالفا بارتكلز. ويشوف كده الديتكتور عندي زوايا مختلفة whatever الزاوية is، ويشوف الدنيا عاملة ازاي، ومنها يستنتج من الانتنسيتيز المختلفة شكل ايه شكل العالم. فالريزلتس بقى بتاعتي ايه هي الريزلتس بقى اللي هو وصل لها؟ هتمشي ازاي؟ النتيجة الجذرية هتقع.
طب لو ليها سرعة يعملي بروجكتايل موشن، وكبرت السرعة بروجكتايل موشن، ليه؟ لأن في كومبوننت بيشد ده المركز وهي ليها سرعة بدائية، فبيبقى الدبل ايفيكت اللي هنعملها هي ايه؟ البروجكتايل موشن. كبرت سرعتها شوية اي قوه ثانيه، يبقى هي انيشالي هاد سبيد، والسبيد دي هي اللي بتخليها تكبر. لو هي ملهاش انيشالي سبيد هتبقى بس هي قوه واحده بس. فاحنا عندنا اصلا مشكله للاسف في فهم قوانين نيوتن نفسها، على قد هي بسيطه وسهله لكن ما احناش عاملينها كويس. بتتحسب حتى هي يعني مثلا الارض لا ما لهاش سرعه معينه، الارض بس الارض مثلا لو انت هتتكلمي على الارض لازم تبقى سرعه القذيفه فوق 8 كيلو بير سكند 8 كيلومترز بير سكند عشان ترفع للمخرج. ده اللي انا حافظاها يعني. دي السكيل سبيد عشان تعرفي السرعه اللي ايه اللي هتطلع بره مجال الارض. فبتتحسب وبتديكي رينج ان السرعه دي تقدري تعملي لوجيك للساتلايت بتاعك. لو انت عايز تعملي ساتلايت عايز تعملي لونش بحيث يلف حوالين الارض وما يهربش، اللي في عم يهرب ساتلايت بتهرب، لازم تبقى سرعتها معينه، حاجه معينه ما بين رينج معين بالنسبه للارض ما بين 8 كيلومتر بير سكند اللي هي معقيه حوالين الارض لحد مثلا 11.2 كيلومتر بير سكند بالنسبه للاتنشن. طيب يا باشمهندس، يبقى هنا القوه الوحيده اللي بتاثر هي قوه الايه؟ فقانون نيوتن الثاني بيقول لي ان النت فورس، هنا في اي فورس غير بتاعت الكولر فورس؟ مفيش غير الكولر فورس. ده بتساوي الماس في الاكسلريشن. ده الاكسلريشن ده عباره عن حرف سي انها سنتريبيتال متجهه للمركز. طب القوه دي قد ايه؟ القوه دي قد ايه؟ Q1 Q2 على R سكوير. تعالي نحطها. ليه تشارك ناقص دي؟ Because of the negative charge. وعندي القوة أو القوة داخل المركز والأكسلريشن داخل المركز، الأكسلريشن برضه بالنيجاتيف. وليه الأكسلريشن بالنيجاتيف؟ نعم؟ ليه الأكسلريشن بالنيجاتيف؟ عشان داخل المركز. في الستريت كولنس أر بتبقى طالعة بره، حاجة داخلة بتبقى بالنيجاتيف. بس فهنا وكمان يعني الماكدجو بتاعتك بتسوي طيب السنتريبتال اكسلريشن بتساوي كام؟ الكورس بتاع دكتور سمير ومصطفى عبدين بتساوي كام؟ ام بي سكوير على كام؟ ام بي سكوير على ار. بي سكوير على ار. ام بي سكوير يبقى هتكون هنا خلاص يا باشمهندسين. طيب يا باشمهندسين عندنا هنا بقى عايزين نجيب طاقة الايه؟ طاقة الحرارة، عايزين نجيب كينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي كام؟ كينيتيك انرجي قد ايه؟ نص ام بي سكوير دي الطاقه الحركه بتاعت الالكترون. احنا هنحسب الطاقه الكليه بتاعت الالكترون. عايزين نحسب الطاقه بتاعت الالكترون اللي هي بتساوي البوتنشال انرجي بلس الكينيتيك انرجي. دي الطاقه بتاعت ايه؟ بتاعت الالكترون. طيب الكينيتيك انرجي بتساوي كام؟ نص ام
يبقى دي اول ايه؟ اول ايه؟ انت بتاخد الوضع على قد ايه؟ استغل لك برضه من الكورس بتاع السنه اللي فاتت. ده الاوريجينال ايه؟ الاوريجينال ديفينيشن. بس بالنسبه احنا عاملين بوين تشارجز اسهل من كده. ايه؟ نفس ده من الايه؟ الطاقة الواضحة اللازمة عشان خاطر اجيب الشرح من ما لا نهاية إلى الموضع. فاكرين الايه؟ الكليشيه ده بتاع السنة اللي فاتت؟ هنلاقي قد ايه؟ هو ده الريجن
يبقى؟ 4 باي يبقى هي كام؟ 1 انسر. يبقى نظريه رادرفورد نجحت ان هي تطلع لي مقاس او سايز اوف ذا اتوم ولا لا؟ نجحت. يبقى دي ايه؟ اول ايه؟ اول سكسس. خلاص؟ عايزين نحاول نجيب ايه؟ الاربع انواع. عايزين نحاول نجيب اربع انواع. السرعه بتاعته ثابته؟ لا، عشان ما بيتفرجش على الخط الانفجاري. ما بيتفرجش على الخط
كابيتالايز، وفي اكسلريشن ولا مفيش؟ طبعا اساسا في اكسلريشن ان في فورس، يبقى لازم الالكترون هيشعل لي ايه طاقه؟ ده اكوردنج تو ماكسويل. طيب لما الانرجي هتقل ايه اللي هيحصل للار؟ لما الانرجي هتقل ايه اللي هيحصل للار؟ لما دي تقل ار هتزيد. نخلي بالنا الطاقه اساسا كانت ايه؟ نيجاتيف. فلما تقل بالنيجاتيف يبقى الانرجي الزمالكي اللي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى احنا مثلا بدانا من ناقص 10 الكترون فولت، الطاقه قلت تبقى ناقص كام؟ ناقص 11، ناقص 12، ناقص 13. يبقى الماينس اي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. يبقى الانرجي بتقل، يبقى الماينس اي هتزيد، يبقى الار هتقل. يبقى دي اتم الالكتر سبايرلز انتو النيوكليوس اند ذا اتم كولابسز. طبعا فشلت ولا نجحت في الجزئيه دي؟ فشلت. طيب تعال نحلل الايه؟ العلاقه دي. لما الماينس اي هيقل يبقى دي هيحصل لها ايه؟ لما الانرجي هتقل يبقى الماينس اي هيحصل لها ايه؟ طب ده بيحصل ديسكريتلي ولا بيحصل كونتينيوس؟ بيحصل كونتينيوس. يبقى بالتالي الفريكونسي اللي هتطلع لي وهو الالكترون عمال يلف حوالين الاتم، الفريكونسي هتطلع لي عباره عن ايه؟ كونتينيوس فريكونسي. يبقى الفريكونسي هتطلع لي هتبتدي ايه؟ تطلع لي كل الايه؟ كل الاتم الموجوده. بس هذا اللي بيحصل بالنسبه للهيدروجين بيطلع لي كام لون؟ اربع الوان. يبقى تعالى نمسك الحته الصغيره دي. لحد دلوقتي ما عندناش التكنولوجي ولا العلم اللي يخلينا نعمل حاجه. دكتور، هل كان في دكتور بريمي سايز في اتم واحد انكسو
ده بيخليها ايه؟ كان في تجربه اصلا بتقول ان السايت بتاع الاتوم واحد التجربه دي كلها اللي هو 10 سنه 17 السايز بتاع النوايا 10 سنه 17 والاتوم 1 انستر بس دي كلها انا قايل ان هو صح يعني هو اصلا مفيش تجربه عشان بتقول على النوايا صح وماشي مع التجربه ايوه هو اصلا مفيش تجربه بتقول ما انت عندك بقى بيقدروا يحسبوها عندك افوكادوس نمبر وكل الحاجات دي وبياخد حجم معين ويشوف وزنه فكل الحاجات دي كونسيستنت مع ان السايز اوف ذا اتوم هو عباره عن 1 انستر في الرينج خلاص فليها دور تاني بيقدروا يعرفوا لكن اول القرن ال 19 لما عرفوا ان او خلاص كان راسخ عندهم ان الاكل في البيت. اوكي؟ طيب يا باشمهندس ف يعني لا فرنسا نجحت ولا رادرفورد نجح على فكره رادرفورد كان يعتبر اعظم اكسبيرمنتالست موجود في اخر القرن الايه؟ اخر القرن ال 19 يجي بعد كده بقى تلميذ رادرفورد وتومسون تلميذ رادرفورد وتومسون اللي اسمه باور وباور هو هيحط اللاند مارك الاساسيه والرئيسيه عشان خاطر نشوف الاتم بيتصرف ازاي هيحط هو مبادئ علم الكوانتم ميكانكس يعني هيحط شويه افتراضات وشويه بوستلس عشان خاطر ايه علم الكوانتم ميكانكس طبعا انت العلم هيتقدم لمحاضراتكم بتعملوا ايه؟ نعم؟ بالظبط واساس العلم هيتدور ازاي؟ بتكلم بقى عن مدى ازاي مش عايز اتكلم سبيسيفيكس انا عايز اتكلم ان جنرال انت العلم هتقدر لما انت تتوقف علينا انت تتوقف علينا وده هيحصل ما تقدرش استهزاء انت مخكم مور فريش احنا خلاص بقينا قوانين علميه معينه مخنا ما بيجيبش ان احنا نفكر بره الصندوق لكن انتوا اللي ممكن تفكروا بره الصندوق وانتوا اللي ممكن تفكروا في افكار جديده احنا خلاص احنا عجزنا فلما توصلوا للروح دي انك انتوا عندكم القدره تقدروا تتوقعوا على اساسكم وتقدروا تفكروا بره الصندوق ساعتها هنطمن العلم وتاني انا بقول لكم الكورس ده انا بهتم اللي انا اوصل لكم ازاي بتوع الفيزيكس دي اكوايرد نولج وازاي تفكروا في افكار ايه جديده اكتر من ان انا بديكم معلومات لان المعلومات ممكن هتلاقوها في اي ايه في اي حاجه لو انت دخلت في ايه في مجال معين هي اسلوب تفكير واحد يستخدم خبرته انه يجمع الحاجات دي ويقدمها بصوره اللي انت عارف ازاي بقى تعالوا نتكلم على باور شويه باور زي ما قلت لكم هو تلميذ تومسون رادرفورد فباور ده بقى اخباره ايه؟ ان هو طالب اتسال في امتحان زي بقيه زمايله ازاي تقدر تجيب ارتفاع مريح في السحاب قصه مشهوره في حد ما يعرفش نقولها يعني ننهي بيها المحاضرة؟ طيب ازاي تعرف ارتفاع مريح في السحاب باستخدام ايه؟ البارامتر فهو قال ايه؟ الاجابه بتاعته عامله ازاي؟ هنربط حبل في البارامتر ازاي بالظبط كده تربط حبل في السبت وتنزل السبت هو هينزل الايه البارامتر لحد ما يوصل الارض وساعتها هتقيس ارتفاع الايه؟ ارتفاع ناطحه السحاب طيب راح بعد كده البروفيسور او المستر او الاستاذ راح ايه مسقط قال ما بيعرفش فيزيكس خالص طبعا في الجامعات المحترمه لازم ان الطالب لما في مساله في امتحان جاب في صفر لازم يقدم تظلم وبتعمل لجنه حقيقيه وبنشوف اذا هو الطالب ده يستحق ولا لا ما ينفعش نيجي نلبس السماره وفي الكاميرا يقول ما تعملش علينا احنا يا فتاة على فكره هم بيعيدوا راس الامتحان احنا ما بنشوفش حاجه نصحح غلط صح صح علشان كده احنا لازم مركزين قوي ان احنا نصلح صح صح من اول مره طيب يا باشمهندس اتعملت في لجنه وهو بيقول ان هو يعرف فيزيكس
فراحت اللجنه دي بقى ايه قعدت معاه وسالته تاني السؤال نفس السؤال احنا عايزين نشوف اللي بقى نفس السؤال ازاي تقيس الوفاء بتاعت الصحاب 6 مرات؟ قال لهم خلاص انا عندي كذا اجابه انتوا نقوا اللي انتوا عايزينه انا مش عارف انتوا عايزينه. قال لهم طب هات العزم. اول اجابه هيرمي البرامج من على السطح ويشوف الريسبونس تايم ودي بتساوي نص جي تي تربيع مثلا ويجيب الايه اللي بعد ده السحاب. استعمل برامج ولا ما استعملوش؟ تاني حل عنده هنستنى يوم مشمس واشوف ارتفاع مساحه السحاب الظل بتاعها هيعمل قد ايه؟ والبرامتر ارتفاعه الظل بتاعه هيعمل قد ايه؟ وبالنسبه للتناسب اقدر اجيب ارتفاع مساحه السحاب. ده الحل الايه؟ التاني اللي عندي. الحل الثالث انا بسميه بقى الحل التبك المصري. ان هو ايه؟ انا هاخد البرامتر ادي رشوه الحارس بتاع قال يعني الحارس هو هناك عارف في دنمارك الحارس هيعرف الحاجات دي. الحارس بتاع العقار هيعرف ارتفاع تحت السحاب هيجيب البرامج كرشوه ويقول لي الارتفاع بتاع تحت السحاب. والله بقى الحل الرابع اللي انتوا عايزين بقى نعقد بقى المشكله اللي هو بقى الكلام اللي انتوا فاهمينه حد السيري على المهم من الترم اللي فات. هنشوف بقى بالبرامج بقى الضغط الجوي تحت على الارض والضغط الجوي فوق ورو جي اتش بتساوي فرق البريشر وساعتها هجيب ارتفاع من تحت السحاب. انتوا عايزين انهي حل؟ الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم مش القصه اللي ممكن يكون كلكم قريتوها. الفكره ان رادرفورد كان عنده عقليه بتفرج خارج الصندوق وبتفكر في البروبلم من طرق مختلفه كتير ممكن يتنم عن علمه بالفيزيكس ولكن التفكير بره الصندوق ده هو اللي هيوصلنا للانرجي لابس المحاضره اللي جايه ان شاء الله. وهو الوحيد الدنماركي اللي خد جايزه نوبل في الفيزيكس. شوفوا المره الجايه.